رجعنا لكم مره ثانيه. اي حدا عنده سؤال استفسار اي حاجه يحب يشارك بها معنا خشوا لنا صفحتنا على الفيسبوك 14 شريف، كمان ممكن تتواصلوا معي من خلال الانستغرام شريف مذكور تي في. ده النهارده السفره شهيه وجميله ومنامين ومنوره اول مره تجينا يوم الاحد. معلش اليوم يوم اليوم انت يوم. تيجي كل يوم، ما انت عندك فيلا في الشارع مش شقه، فيلا وسعاد فوقية برضه يعني في طول النهار الحاجات عندها بتضرب. اخبارك ايه؟ النهارده عندنا فراخ شهد. فراخ شهد الله 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 الله، الفراخ الحلوة. طب انت عاملة لنا ايه؟ انا عشاور تقولي لي انت عاملة ايه؟ طب ايه ده؟ دي بطاطس بالفراخ شهد. اوكي، الفراخ مش الفيليه، الفرخة اللي هي الفريش. الفرخة الفريش. والفيليه كمان فريش. وده رز؟ وده رز طبعا يمشي مع ال مع الفراخ والبطاطس. دي سلطه بطاطس بيوري. طب بصي بقى، انا بقى البطاطس دي عارفه باكلها ازاي؟ بالرز. لا انا احب اهرسها واغمسها. طيب يا شريف فظيعه. واروح جايب الفراخ بقى والصلصه بقى واروح منزل الفراخ كده واعملها ودن القطه يعني ودن العيش. العيش ودن القطه فيه بطاطس وبعدين نسلت فراخ وبعدين الصوص ده روح نقطع عليها كده وروح واكل. مزاج الاكل ده، مزاج حاجه كده. ايه؟ طب المقادير نقول المقادير. اخدوا منك الورقه؟ لا هي ماشي. انا بخاف من جوهري بخبيها تحت. تخافي من جوهري؟ طبعا. والله بقيت تخوف الناس يا جوهري. اي خدمه. ايوه بقى المخرج بتاعي العظيم. نقول بقى صينيه الدجاج شهد بالبطاطس. دجاجه شهد، ملح وفلفل، معلقتين زبده كبار او معلقتين سمنه مع زيت، كيلو بطاطس، نص كيلو عصير طماطم، معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره صلصه طماطم، بصله مبشوره، ملح وفلفل وكوبايه ميه. ده شيء لطيف. ده شيء لطيف وجميل. ايه بقى هنعمل ايه اول حاجه؟ اول حاجه هحط طبعا هجيب فراخ شهد. ايوه عادي، هنغسلها وانا هقطعها. قطعتيها اربع؟ ماشي، هقطعها اربع لان صينيه البطاطس وممكن تبقى فرخه صحيه بس انا النهارده هعملها اربع. اوكي. وهقطع البطاطس بالمنظر ده شرايح وهاخدها غلوه على النار. اوكي، غلوه واحده تنزل النشا ولونها يبقى كده. ماشي. وهحط الووك بتاعي على النار وهحط سمنه او ومعاها زيت بقى. كل سمنه؟ لا كتير يا شريف. صح؟ ايوه كده. وهنحط الزيت معاها وهنشوح قطع الفراخ. قولي كفايه. لسه. السمنه دي حلوه. بس خلاص. دي حته حلوه قوي. هنشوح بقى صدور الفراخ والوراك. الفرخه كلها. طب استني بس دي تقدح كده قطعه حلوه. ايوه. مش هنحط بصل ولا حاجه دلوقتي؟ لا 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 لا، انا بقى هجيب البطاطس. هي فرختنا شهد اهي. على الظهر. على الظهر؟ على ناحيه الجلد. ايوه ناحيه الجلد. على مين؟ على مين؟ انت بتحبي الورك ولا السيد؟ الورك. ان شاء الله زيي. بعدين يا منو هسيبها بقى كده. هكون مقطعه البطاطس بتاعي قلت وخدتها غلوه على النار. وجربوا انكم لما تعملوا صينيه البطاطس تاخدوا البطاطس غلوه واحده على النار. ليه؟ يدوبك شوف بتنزل النشا لونها بيبقى لطيف. ما بتتهريش في برغم من ان انا واخدها غلوه ما بتتهريش. هاجي بقى وهدعكها ببصله، بصلايه مبشوره وملح. عايزه ده؟ ده اللي هطلع فيه الفراخ. كده وكده وهدعكها حلوه قوي. وبعدين بس هستنى الفراخ لما تتحمر. طب اقلبها؟ لا انا عاوزه بس اقلبها. ما اقلبهاش؟ قلبها. قلبها. اتحمرت. ما هي
هي ده مش هنوسخه يا شريف، انت هترص الفراخ على طول هنا. والله؟ اه. في النص. في النص. دلوقتي ولا اسيبها شوية؟ عدى في حاجة تانية هتتعمل؟ لا. والله؟ اه. ماشي، اوكي. المهم انا زي ما قلت خدت البطاطس غلوة على البوتاجاز غلوة واحدة، وبعدين هصفيها من ميتها واسيبها تبرد. بصوا لونها بقى حلو ازاي، هتبقى لنا كده. هدعكها. هدعكها ببصلة مبشورة بملح وفلفل، واوضبها كده واخليها في الطاجن. والفراخ غسلتها وحمرتها في سمنة وشوية زيت او زبدة وشوية زيت، وهرصها في الطاجن. بعد ما ارصها في الطاجن هحط عليها العصير الطماطم الفريش مع معلقة صلصة وشوية مية ومعلقة سكر. طيب. بس وادخلها الفرن تقعد ساعة. ساعة مقفول عليها ولا ما؟ لا مفتوح. طب خلينا نقول لمشاهدينا احنا ان شاء الله في شهر رمضان الكريم هنكون معاكم كل يوم، واول يوم رمضان 1 رمضان ان شاء الله منامينو هي اللي هتعمل السفرة بتاعت 1 رمضان. عامله لنا فيها عرق تقريبا وحاجه وصنف حلويات. وهنكون معاكم ان شاء الله يوميا. الشيفات اللي هيكونوا معانا النهارده السنه دي في شهر رمضان مدام منى الترابيشي ومدام امال جلال ان شاء الله باذن الله، واميره فهمي واميره حسن وشيف يوسف ودعاء العطار وشيف سوزان صباح، شيف فريده موسى ربنا رزقها بقت ماما فريده فمش هتقدر تيجي لان لسه مخلفه مش قادره تنزل وتسيبي البيبي، وشيف منى الصباحي اعتذرت علشان هي على اخرها برضو حامل ومش عايزين ننزلها ونتعبها عشان الكورونا. فان شاء الله بقول لهم هما الاثنين رمضان كريم وهيوحشوني قوي وهيبقوا معانا ان شاء الله بعد رمضان ان شاء الله. خلاص كفايه. طيب نحط بقى اهو. عايز اقول لكم بقى السمنه والزيت اللي بيتحمر فيهم الفراخ ممكن نعمل فيهم حاجات كتيره. هنحطهم عليه. لانهم فيهم الجوز كله بصراحه يعني البهاريز. اعمل ايه بقى؟ خلاص هنحط هنا معلقه السكر مع الصلصه. حط بقى السمنه هنا حطها عليه. مغرقينها بالسمنه والزيت. احلى صينيه بطاطس فيك يا مصر. بفراخ شهد. بفراخ شهد فعلا. اهي تحفه. كل ونجيب بقى شويه ميه بقى عشان نحلحها تستوي فيها. اهو قولي لي احط ميه قد ايه؟ لحد ما اقول لك بس كمان. مش هحط في الجناب عشان ما ايه الطماطم اللي فوق تفضل موجوده وتحمر وتنشف. ايه الشطاره دي؟ ما بتحطيش ترانشات فلفل؟ اللي حابب ولا بصل؟ ما هي فيها بصل. فيها بصل سوري. انا بحط اللي حابب يحط دي نكهات كمان ولا كفايه؟ لا كفايه. عايز بقى يعني الفراخ تبقى متحمره كده كده. تخش قد ايه بقى في الفرن؟ تقعد في الفرن ساعه بالظبط. الله الله الله. واذا احتاجت ميه تزودي ميه مش مشكله بعد نص ساعه. وبالهنا والشفا. ميرسي من امينو. العفو يا شيخ. شرفتينا ونورتينا. الله ينورك. نشوفك 1 رمضان. ان شاء الله. ان شاء الله. على فكره بكره عندنا اميره حسن عامله سفره سحور فيها حاجات حلوه قوي. تابعوها ان شاء الله هتعجبكم. ميرسي يا منى امينو. العفو يا شيخ. نشوفك. هنروح ولا هنغني؟ لا هنغني ونرقص طبعا لسه. بس بشكرك الاول. بشكر فراخ شاهد انهم كانوا معانا خلال الفترة اللي فاتت. ميرسي ان احنا كنا بنستخدمه عندنا هنا في الريستوران في 4 شارع الشريف. خلونا نسمع اسمر يا اسمراني لعندليب عبد الحليم حافظ من مؤمن خليل، وبعديها نرجع مع فقرة الورشة. معانا استاذة منى علي مؤسسة مشروع مينوش باي منى علي، عاملة اسدالات وحاجات تنفع في رمضان هتعجبكم قوي قوي قوي. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا. اسمر يا اسمراني مين قاسك عليا، لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا. اسمر يا اسمراني مين قاسك عليا،
عليا لو ترضى بهواني، برضه انت اللي ليا بتزيد عذابي ليه، ويهون شبابي ليه، بتزيد عذابي ليه، ويهون شبابي ليه، وتطول غيابك ليه، قول لي ليه ناسي ليه، ليه يا سمر. قلبي في نار نار عذابي ونار ظنوني، يا اسمر فكري احتار الشوق ضناني سهر عيوني، يا اسمر قلبي في نار يا اسمر فكري احتار الشوق ضناني سهر عيوني، والجرح اللي في قلبي ازاي اداويه اداويه، والدمع اللي في عيني الامتى داريه اداريه، لانا بشكي ولا بحكي بس قولي يا حبيبي، اسمر يا اسمراني مين قاسك عليا لو ترضى بهواني، برضه انت اللي ليا، اسمر يا اسمراني مين قاسك عليا لو ترضى هواي، برضو انت اللي ليا بتزيد عذابي ليه، ويهون شبابي ليه، بتزيد عذابي ليه، ويهون شبابي ليه، وتطول غيابك ليه، قول لي ليه ناسي ليه، ليه برافو. 4 شارع شريف.